بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، كليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب. اليوم إن شاء الله نتكلم على الانتربلانكولار فصة، للجزء العملي بتاعنا. ماشي، الانتربلانكولار فصة ديت موجودة هي ماشي في البيز اوف ذا برين. ما تيجي نشوف نتكلم كلمتين حواليها كده على الانتربلانكولار فصة. الانتربلانكولار فصة الصورة الجميلة اللي قدامنا ديت الباوندريز بتاعها اوبتيك كيازما انتيرور بونز بوستيرور، بعد كده اوبتيك تراكت ماشي اوبتيك تراكت وكراس البراي على الانتيرو لاترال بارت. ادي القصه بسرعه. يبقى اوبتيك كيازما ماشي اوبتيك تراكت على الجنبين، كراس البراي على الجنبين هما، بعد كده البونز، بعد كده الكونتنتس اللي موجوده بقى ايه الكونتنتس اللي موجود. ادي التيوبر سيناريو، ادي التيوبر سيناريو ماشي، تيوبر سيناريو موجود، وادي الانفانديبيولوم بتاع الماميلاري بود البيتوتر، الانفانديبيولوم بتاع البيتوتر ماشي، وادي الماميلاري بود، ادي الماميلاري بود، ماميلاري بود، وادي بوستيرو برفوريتنج سب السام، وادي اوكيولوموتور نيرف. يبقى الكونتنت اللي موجوده هي موجوده، نقول تيوبر سيناريوم، ماميلاري بودي ماشي، اوكيولوموتور نيرف ماشي. ادي الاوكيولوموتور، وادي الماميلاري بودي، وادي التيوبر سيناريوم، وادي الاوبتيك، وادي الاوبتيك كيازما، وادي البونز. سهله سهل. الاستراكشر بقى اللي موجوده في البيز اوف ذا برين اللي احنا بص عليها، ادي تروكيولار نيرف، ادي انتير برفوريتنج سبستنس. يلا بينا يلا بينا، ادي الاستراكشر اللي احنا هنشوفها دلوقتي. الفانديبيولوم اوف بيتوتري جلاند، اوبتيك كيازما، ماميلاري بودي، اوكيولوموتور نيرف، بونز، انكس اوف تمبورال لو ماشي، اولفاكتوري تراك. حط ديت، اعرف ديت ايه اولفاكتوري تراك، اعرف ديت اوبتيك كيازما، اعرف ديت، تعرفها ولا ما تعرفوش. ادي الفانديبيولوم، ادي الماميلاري بودي، ادي البونز، ادي الاوكيولوموتور نيرف. يلا بينا انكس، نجيبها بقى كل بقى كده اسئله امتحانات اهي. دي ايه؟ احط هنا الدبوس، اقول لك ايه انكس اوف ذا تمبورال لوب. يلا، طب دي اهو نقطه ثانيه اهي، اوكيولوموتر نيرف. طيب بعد كده ماميلاري بودي، بعد كده اوبتيك كيازما، بعد كده انفانديبيولوم اوف بيتوتري جلاند، بعد كده بوستيرو برفوريتنج سب السانس. بعد الاستراكشر اللي عايزين نعرفها بقى تاني، ادي اوربيتال سالكس، اوربيتال ايه سالكس اللي هو الاتش شيب اهو ماشي، ادي اللاترال سالكس ماشي، ادي سمبر سوبيرو تمبرال جايروس، وادي الميدل، وادي الانفير، وادي الفاكتوري بارب، وادي الفاكتوري تراك، وادي الانكس اوف ذا تمبرال لوب. نعرف نجاوب الكلام ده؟ نعرف نجاوب الكلام ده. يلا بينا، يبقى دي ايه؟ انكس اوف تمبرال لوب ماشي. الاستراكشر تاني اللي موجود اهي، اوبتيك كيازما، اوبتيك نير، اوبتيك تراكت، كراس البراي ماشي، انفيرور هورن اوف لاترال فينتركل، انفيرور سيريبرال بدنكل، اوليف بيراميد، بازلر سالكس. نعرف انه يحط الكلام ده، تقروه مره واثنين وثلاثه وتحطه وتمتحن نفسك. انت تحط بنفسك كده اهو، حط الدبوس هنا وقول دي ايه، حط الدبوس هنا وقول دي ايه، حط هنا وهكذا. يلا يا شباب، نفس النظام، ادي الكراس البراي، ادي الاوبتيك تراك، اوبتيك كيازما، اوبتيك نير، بازل الجروب، خش هنا على البونز، ادي بيراميد اوف مظله، خش هنا، ادي البازل الجروب اللي موجود في البونز، هنا البيراميد اوف مظله، ادي الاولف، ادي الانفيروس البلر بدنك. نعرف ولا ما نعرفش؟ سهل ولا مش سهل؟
اشرب شاي وراوكل وادي الفيروس اللي بالاربي لانجل وادي الاوليف وادي الايه البيراميد وادي البازلر جروب وادي الكراسر براي وادي اوبتيك تراك اوبتيك كيازم اوبتيك نيرف. ايه الصعوبه هنا؟ مفيش صعوبه، يال نفس النظام احنا بنقدر نزيد اهو. جاي راس الاكس الفاكتوري بالب الفاكتوري تراك اوبتيك نيرف انفانديبيولم بتوتر جلاند اوكيلوموتور ماشي انكس اوف تمبرال لوب بعد كده ميدل سيربلر بدنك بعد كده بيراميد اي ميد بيراميد اوف مدل بعد كده اول وادي البونز وادي الميدل سيربلر بدنك وادي التراجي من النير. يلا شباب يلا شباب صوره ثانيه خلاص نعرفها، ادي الهيبوكامبس ادي البيس هيبوكامبس ادي الفيمبريا اوف هيبوكامبس بعد كده ادي السلامس ادي الكولمن اوف فورنكس ادي السبتم باللوسودم ادي الجينيو اوف كورباس كالوزو. يلا شباب شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.